فمن أهل العلم من قال إن الذكر الجهري عقب الصلاة فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعليم، فيشرع أن يذكر الله عز وجل ويرفع صوته عقب الصلاة بالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير ونحو ذلك من الأذكار تعليما للجاهل وتنبيها للغافل ونحو ذلك. قالوا والدليل على هذا أن الله تعالى يقول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، فالأصل في الذكر أن يكون في النفس، وهو أقرب إلى الإخلاص وأقرب للخشوع وأبعد عن التشويش على الغير. قالوا فنظرا لهذه الأصول يكون الأفضل والأكمل أن يكون بصوت يسمع به نفسه. وقال طائفة من العلماء يشرع الجهر بالذكر عقب الصلاة، وهذا القول أقرب إلى السنة، فمن جهر لا ينكر عليه لثبوت هذا الحديث والخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانوا يعرفون انقضاء الصلاة على عهده برفع الصوت بالتكبير، فيشرع رفع الصوت ولا بأس بذلك، والخلاف في الأفضلية، ولكلا القولين وجهه، فمن رفع صوته يتأول سنة النبي صلى الله عليه وسلم فله وجه، فله وجه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مأجور غير مأزور. ومن خفض صوته يلتمس السنة ويخشى أن يشوش على غيره فهو مأجور غير مأزور، وكل على خير، والأمر في ذلك على سعة، والحمد لله.